في خناقه وعركه كبيره دايره بين المصريين بقالها كام سنه على الديمقراطيه. ايوه احنا ما عندناش ديمقراطيه فعلا، بس بنتخانق عليها برضو عادي ولا بيهمنا. هتلاقي في ناس بتقول ان وجود الديمقراطيه في مصر ضروري وشرط اساسي عشان نبقى دوله حقيقيه متقدمه متحضره محترمه زي بقيه خلق الله في العالم كله. في ناس تاني بقى عبقره وجهابزه وخبراء استراتيجيين من اللي فاهمين كل حاجه دول، يقول لك لا ديمقراطيه ما ينفعش تتطبق عندنا وما تمشيش مع الشعب المصري ولا تليق عليه. وتقريبا كده ساعه الرئيس السيسي لما عرف بالجدل ده خد على خاطره قوي وزعل جدا ان المصريين سايبين دورهم الاساسي في الحياه وهو انهم يجوعوا ويفتقروا ويتحبسوا في عهده وقاعدين يتكلموا على الديمقراطيه والكلام الفارغ ده، فراح واخدها من قصيرها وقام خلص على اي امل فاضل في الديمقراطيه ودفن جثته تحت النخله اللي هو واقع منها وخفاه من الوجود عشان نفوق كلنا ونبطل خناق ونلتفت لحياتنا ونتفرغ للمصايب اللي الرئيس بيعملها فينا بقى. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ خلاص خلاص اللهم. طب ليه يا إخوة يا خبراء يا متعلمين يا بتوع المدارس بتقتلوا الأمل جوانا كده وبتقولوا إن الديمقراطية ما تنفعش معانا وإن الشعب المصري مش جاهز ليها ولا يعرف يتعامل معاها؟ هو الديمقراطية دي عجبة يعني ولا معجزة؟ ما هي موجودة في كل دول العالم عادي وبتطبق في معظم البلاد المتحضرة وشغالة هناك زي الفل، اشمعنى احنا بقى اللي ما ينفعش تهوب عندنا؟ الجو بتاعنا مش مناسب ليها مثلا ولا هتسيح في الشمس ولا ايه؟ وبعدين يعني ايه الشعب مش جاهز ليها اصلا؟ نجهز ازاي يعني؟ هي الديمقراطية دي لازم يتلبس لها زي معين ولا ايه؟ لو كده تبقى سهلة، قولوا لنا ايه هو اللبس المخصوص ده ونطلع كلنا على التوحيد والنور ونشتريه في الاوكازيون. بس الجماعة الخبراء اياهم اللي قافشين ان الديمقراطية دي مش لينا ومش جاية على مقاسنا، قالوا لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. وفي مليون سبب بيخلوا الشعب المصري مش جاهز للديمقراطية. خد عندك مثلا اول سبب، ان الشعب المصري اغلبه جاهل وفي نسبة امية كبيرة عندنا في مصر، بس احنا عندنا امل كبير جدا ان الفترة الجاية على ايد وزير التعليم طارق بيشاوي ومنظومته الجديدة نسبة الامية دي هتزيد باذن الله، والاجيال الجديدة يطلع كلهم بصمجية. الشعب الجاهل ده بقى هيفهم الديمقراطية ويمارسها ازاي، وهيعرف منين الصح من الغلط عشان نديله حرية الاختيار. لا طبعا، دول يودوا البلد في داهية، وممكن لو شافوا الديمقراطيه يفتكروها حاجه بتتاكل ويسخنوها وياكلوها. من الاخر كده، الديمقراطيه ما ينفعش تتطبق في اي بلد نسبه الاميه عندها كبيره زي حالاتنا كده. طيب هو ده السبب الوحيد يا فلاسفه يا قاريين يا مستوعبين الاشياء؟ قال لك لا، في اسباب تانية برضه، زي مثلا اننا شعب واخد على العبوديه والاستبداد من فجر التاريخ، ومن يوم ما البلد دي فتحت عينيها ووعيت على الدنيا وهي بتقدس الحاكم وبتعبد الفرعون وماشيه وراه لحد ما اتعودنا على كده وبقينا شعب ما يمشيش غير بالعصايه والكرباج وما ينفعش معاها غير الدكتاتور. انما الشعوب بتوع بلاد بره دول بيبقوا جايين من حضارات تانية خالص، غرقانه في الحريه من يوم ما اتولدت ورضعت الديمقراطيه من صغرها، لكن احنا ربنا خلقنا مطيعين وبنسمع كلام سيادنا الحكام من ايام الفراعنه. نكفر بقى ونغير في خلقه ربنا ولا ايه؟ وهنروح بعيد ليه؟ ما التاريخ موجود والاحداث معروفه وعلى عينك يا مؤرخ. مش برضه الشعب المصري ده هو اللي كان بيعبد الفرعون المستبد زمان وكان بيشيله الحجاره على كتفه في عز ناحيه الشمس عشان يبني له اهرامات ومعابد وعلى قلبه زي العسل؟ وهو برضه اللي كان بيهتف لامبراطور الفشل جمال عبد الناصر حتى وهو مهزوم ومتبهدل واسرائيل مقلعاه هدومه ومثبتاه واخده منه سينا في ربع ساعه؟ طب اهو احنا يعني ما جبناش حاجه من عندنا. الشعب ده بقى نديله حريه وديمقراطيه ازاي والنبي اذا كان هو نفسه مش عاوزه؟ واكبر دليل على كده ان كل التجارب الديمقراطيه القليله اللي عدت على مصر بالغلط فشلت والشعب الجاهل ده ضيعها. هي دي الاسباب اللي دايما بتتقال من الجماعه بتوع ان الديمقراطيه ما تنفعش مع الشعب المصري. طب يا ترى بقى الاسباب دي حقيقيه فعلا؟ ولما نبص على التاريخ وندعبس في تجارب التحول الديمقراطي في كل الدول هنلاقيها بتثبت كلام الناس دول وبتاكد عليه ولا هنلاقي حاجه تانية خالص؟ تعالوا نشوف. لما مسكنا موضوع الجهل ده مثلا ودورنا وراه عشان نشوف هو فعلا الديمقراطيه ما ينفعش تتواجد في بلد شعبها جاهل ونسبه الاميه فيه عاليه، والست ديمقراطيه طول عمرها قبل ما بتخطي عتبه اي بلد وتسمي وتدخلها وتدي شعبها حريه الاختيار والمشاركه لازم تطمن الاول ان كل المواطنين متخرجين من كليه سياسه واقتصاد ومعلقين شهادات الدكتوراه بتاع جامعه هارفارد على حيطان بيوتهم وبيدرسوا في الجامعه، ولو لقيت اي حاجه غير كده بتقفش وتسيب البلد دي وتمشي؟ لا خالص، مفيش الكلام ده، كل ده اونطه من اوله لاخره. التاريخ بذات نفسه بيقول ان معظم دول العالم وقت ما طبقت الديمقراطيه كانت بتعاني من نسبه اميه وجهل عاليه جدا، والدول دي احنا مش جايبينها من قعر الكوكب يعني ولا من تحت بير سلم الكره الارضيه، لا دي دول معتبره ومعتقه وليها هيبه. خد عندك بريطانيا مثلا، اقدم واعرق دوله ديمقراطيه في العالم كله حاليا، واللي اول وثيقه ديمقراطيه فيها اتعملت سنه 1215، يعني وقت ما قاره اوروبا كلها على بعضها كانت عباره عن شارعين وثلاث بيوت وكام خماره
بريطانيا كانت بتبدا مشوارها الديمقراطي. بريطانيا دي بقى فضلت لحد القرن 19 نسبه الاميه فيها اعلى من 60%، ولحد الوقت ده ما كانش فيه تعليم عام اساسا. يعني الشعب البريطاني فضل يمارس الديمقراطيه ويختار ويشارك في حكم بلده لمده قرون طويله وهو اغلبيته من الجهله والاميين عادي. والديمقراطيه ما باظتش في ايدهم يعني، ولا فرفرت منهم ولا حاجه، بالعكس دول قدروا يطوروها ويحترموها ويضيفوا لها اضافات عظيمه لحد ما بقت اعرق ديمقراطيه في العالم زي ما قلنا. أعرق يعني أقدم، يعني مش بتعرق كتير. والديمقراطية دي بقت هي أساس التقدم والتحضر والحرية اللي هم فيها. ولو سيبنا بريطانيا العظمى وحودنا على فرنسا اللي جنبهم هنلاقي نفس الكلام برضه. الشعب الفرنسي اللي قام بالثورة وخلص على الملوك والأمراء والإقطاع والكهنة وكل المستبدين وبدأ خطوات التحول الديمقراطي في فرنسا كان أغلبيته من الأميين، واللي بيتقال عنهم في كتب التاريخ غوغاء، وما كانوش يعرفوا الألف من كوز الكرواسون. ممكن هنا حد يقول يا عم احنا مالنا بانجلترا وفرنسا والاشكال الملونه دي، دول ناس بيض وشقر وعينهم زرقاء واكيد مخهم بيلمع وبيبرق زي بشرتهم، هم دول برضو محتاجين تعليم زينا عشان يمارسوا الديمقراطيه؟ لا طبعا، دول بيفهموها وهي طايره من غير تعليم ولا حاجه. هات لنا يا عم نماذج دول شعبيه شبهنا كده وشوف الديمقراطيه نفعت عندهم مع الجهل ولا لا، وما تضحكش علينا بالاوروبيين دول. بس كده من عيني نسيب اوروبا خالص ونروح اسيا. عارف الهند ام العجائب اللي كنت بتتفرج على افلامها في العيد على القناه الثانيه؟ او الهند دي عندها مشاكل بالكوم، ونسبة الأمية فيها وقت الاستقلال وبداية التحول الديمقراطي كانت واصلة ل 80%. يعني كان ممكن تقعد تلف في كل حواري وشوارع الهند 10 سنين وما تلاقيش واحد بيعرف يكتب اسمه أساسا. وفوق ده كله الشعب هناك كان أغلبه بيعاني من الفقر وسوء المعيشة وندرة الخدمات في الأرياف اللي معظم الشعب الهندي عايش فيها. ده غير إن عندهم مليون ديانة، وفي ناس هناك كل ما يشوفوا حد معدي يروحوا يعبدوه على طول. طب يا جدعان اتعرفوا عليه الأول ولا عزموه على قهوة حتى؟ يقول لك لا احنا هنعبده، محدش له دعوه. وده ياما تسبب في صراعات ومعارك طائفيه دمويه ملهاش اخر. تخيل بقى ان الهند وهي على الحال المقندل ده قدرت تطبق الديمقراطيه، والشعب الامي بتاعها مارسها ونجح فيها وخلاها اساس لحكم البلد. صحيح الهند لسه فيها مشاكل كتير جدا، بس في نفس الوقت عرفت بالديمقراطيه تحل ازمات اقتصاديه وتحقق يعني معدلات نمو عاليه وتوصل للاكتفاء الذاتي في الاكل بعد ما المجاعات كانت مليئه، وقدرت تقلل من الصراع الطائفي على السلطة بعد ما حطت باختيار الشعب قواعد ثابتة للحكم ووزعت أكبر مناصب في السلطة بين المسلمين والسيخ والكاثوليك. وبنفس ظروف الهند تقريبا اتطبقت الديمقراطية ونجحت وزهزهت في دول تانية كتير زي الفلبين وماليزيا وكوريا الجنوبية. وكل دول المواطنين عندهم لا كانوا علماء ذرة ولا كانوا ديدان قراية ومطبقين على قناة النيل التعليمية، بالعكس نسب الأمية عندهم وقت ما بدأوا مشوارهم الديمقراطي كانت أعلى من مصر. وبمناسبة مصر بقى، الشعب المصري نفسه مارس الديمقراطية وتعامل معها بنجاح كبير واختار صح في المرات النادرة اللي جات له فيها الفرصة والسلطة سابته واختار بحرية. وده حصل في وقت كانت فيه نسبة الأمية في مصر أعلى من دلوقتي بكتير. بعد ما اتعمل الثورة 19 بقيادة الأستاذ سعد باشا زغلول، حزب الوفد بقى ليه شعبية كبيرة قوي عند المصريين، والشعب كله حط ثقته في الوفد وزعيمه سعد باشا، رغم انه كان حزب معارض لا تبع الملك ولي النعم ولا السلطه ولا الانجليز. وقتها بقى كان كل ما تتعمل في البلد انتخابات نزيهه والملك والانجليز ينسوا يزوروها ويلعبوا فيها، يروح الناس مسهيين السلطه ويطلعوا كلهم على لجان الانتخابات من وراها ويدوا صوتهم للوفد وينجحوه في البرلمان ويكسبوه الاغلبيه. يعني الناس الاميين الجهله دول كانوا قادرين يفرقوا ويفكروا، وعارفين ان مصلحه البلد مع حزب معارض وبيختاروه بارادتهم. لدرجة ان بيقول لك سنة 25 الملك فؤاد كان بيبص بص على البرلمان في اول يوم انعقاد، ولما لقى ان كل النواب اللي فيه من الوفد اتجنن، وقام جايب وزير الداخلية اسماعيل صدقي من قفاه وقال له ايه ده وزير خرسيس، مين دول وفين الرجالة اللي تبعنا، انت ازاي تسيب الانتخابات من غير تزوير كده لحد ما تجيب لنا البرلمان الوفد اللي هيرازينا ده؟ وساعتها قرر الملك فؤاد انه يحل البرلمان في اول يوم. يا جلالة الملك اتقل شوية، ما يصحش كده، استنى كام يوم طيب، ده النواب ما لحقوش حتى يقعدوا على الكراسي. بس العرق التركي كان ضرب خلاص في دماغ فؤاد وصمم على تنفيذ قراره وحل البرلمان. واللي حصل ده اتكرر كتير وقتها، وكل مرة الشعب كان بياخد فيها فرصته في الاختيار والتصويت النزيه الوفد كان بياخد الأغلبية. وفي الوقت اللي كل التجارب اللي قلناها دي بتثبت ان الديمقراطية بتشتغل مع الأمية عادي وما بتقولش لا، يعني هنلاقي في نماذج تانية لشعوب التعليم والثقافة والرقي كانوا مفرتكين ترنجاتهم خالص، ومع ذلك استخدموا الديمقراطية في أوقات كتير أوسخ استغلال. ألمانيا مثلا وقت ما كانت منارة الثقافة والفن والعلم في أوروبا كلها، شعبها راح انتخب حزب هتلر النازي وساعد السفاح في إنه يوصل لحكم ألمانيا ويقلب العالم كله فوقاني تحتاني بشنبه ده. وده نفس اللي عمله الطليان لما جابوا موسوليني مؤسس الفاشية، رغم انهم كانوا متعلمين ومثقفين وليل نهار ياكلوا مكرونه سباجيتي وما عندهمش اي مشاكل تخص الاميه او الفقر. احنا هنا مش بنقول ان التعليم ملوش اهميه يعني وزي قلته ويلا بينا نقفل المدارس ونكسر التخت ونقطع الشهادات 100 حته، لا احنا مؤمنين ان التعليم كالماء والهواء زي ما الحاج طه حسين كان بيقول،
ومفيش غنى عن التعليم لو عاوز تبني إنسان محترم في دولة حقيقية. كل اللي بنقوله إن عمر الأمية ما كانت سبب أو عذر أو حجة نقولها عشان ما نطبقش الديمقراطية، لأن كل التجارب بتثبت إن مفيش تعارض بين الاتنين. يبقى كده فكرة إن الديمقراطية ما تنفعش مع شعب جاهل دي طلعت فكرة خايبة وهمية وملهاش أي أساس لا في التاريخ ولا في الفيزياء ولا في أي حاجة. نخش بقى على الفكرة التانية بتاعت إن حضارتنا المصرية لمؤاخذة واخدة على الاستبداد من صغرها ومتعودة عليه ومش هينفع تغيره لأنه ترسخ في هويتها وديناتها وملابسها الداخلية. الكلام ده بقى صح ولا هاري هو كمان؟ يعني الحضارات القديمة في دول العالم كانت كلها تعرف الديمقراطية وشربها شرب وإحنا بس اللي كنا عايشين في استبداد، وده اللي خلاهم يتعودوا عليها ويتطبعوا على القالب بتاعها. ووقت ما كان المصريين بيعملوا توابيت الشعوب التانية كانت بتعمل صناديق انتخابات، ولما كنا بنبني معابد هم كانوا بيبنوا أحزاب. لا برضه كل ده كلام فارغ وما حصلش وما هوبش ناحية حقيقة التاريخ اللي بتقول إن كل الحضارات القديمة كانت شبهنا بالظبط، بيحكمها وبيسيطر على سلطتها مستبدين عاملين نفسهم آلهة وبيستعبدوا شعوبهم، وشبه الفراعنة في كل حاجة يدوب الاسم متغير. ما كانش فيه إلا شوية ديمقراطية كده في أثينا وروما وعديق كده يعني وملمومة مش واخدة راحتها. يعني في أثينا مثلا ما كانش مسموح للستات والعبيد إن هم يمارسوا حقوقهم الديمقراطية أو يبقى ليهم حرية الاختيار، يعني ديمقراطية عنصرية وذكورية متعفنة كمان. ويدوب قعدت شوية وجاء فيليبي المقدوني خلص عليها ورجعت أثينا لزمن الاستبداد الجميل. الحضارة الرومانية بقى كانت بتدي الحقوق الديمقراطية لأهل روما الأصليين بس، أي حد تاني لا. يعني نشوف بطاقتك الأول، لو طلعت من مواليد روما القديمة نسلمك الديمقراطية في إيدك، تطلع مواليد في أي داهية تاني تاخد بالجزمة عادي. وبرضو الموضوع ما طولش ويوليوس قيصر قضى عليه وبقى يستعبد ويقمع الناس بالنهار ويروح يخرج مع كليوباترا بالليل ويعزمها على بيتزا بفلوس الشعب الإيطالي. يعني كل الأمم في بدايتها كانوا بسم الله ما شاء الله عايشين في الاستبداد زينا عادي، وما كانوش رايحين جايين على البرلمانات يعني ولا حاجة. بس الفرق بقى إن مع حركة التاريخ والتطور وانتشار المدنية والصناعة وظهور الطبقة العمالية، الأمم دي بكل فئاتها وحكامها وناسها فهموا كويس قوي إن تطبيق الديمقراطية ومنح الناس حرية الاختيار والرأي شيء حتمي وضروري وملهوش بديل عشان يقدروا ينتجوا ويتقدموا ويبقوا دول محترمة ومتحضرة وما يسقطوش في ديل العالم زي حالتنا. إنما عندنا بقى للأسف الكلام ده ما حصلش. سلطة عندنا من قديم الأزل بفراعنها وملوكها وحتى رؤساء جمهوريتنا من أول عبد الناصر لحد طبيب الفلاسفة كلهم كان همهم إن هم يجروا ورا الديمقراطية في كل حتة عشان يقضوا عليها ويكسروا مقاديف أي فتفوتة حرية تظهر في البلد ويوقدوا أي تجربة ثورة أول ما تتولد ويزوروا الانتخابات ويعدلوا الدستور ويحبسوا المعارضين ويقفلوا الأحزاب بالضبة والمفتاح. هو ده سبب الاستبداد اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، مش إن الشعب جاهل ولا بيحب الاستعباد زي يعني ولا مفطوم على الطاعة زي ما المحنكين بيقولوا، يا إما لأنهم جهلة ومش فاهمين وبيرددوا كلام زي البغبغانات، أو لأنهم من حبايب السلطة القمعية وخدمينها وجزء منها ومرتاحين في الوضع ده على الآخر ومستفيدين منه وأشيتهم معدن ومش عاوزينه يتغير. وتيجي الديمقراطية بقى تهد قصورهم وتنشف لهم اللقمة الطرية وتصدعهم. لا، على إيه؟ إحنا نقطع خلف الموضوع من أوله ونقول إن يا حرام إحنا اكتشفنا إن الديمقراطية ما تركبش على الشاسيه بتاعنا وما تنفعش معانا بسبب الشعب الجاهل الواطي ده. عارفين لو كانت تنفع كنا طبقناها والله. بس هنعمل ايه بقى؟ هتقولنا انتوا بس شعب تاني غير ده واحنا نغرقه في الديمقراطية. الشعوب قادرة دايما بفطرتها انها تختار الصح لما بتاخد الفرصة للاختيار، وحتى لما بينخدعوا احيانا وبيختاروا غلط زي ما حصل في مصر وفي دول تانية زي ألمانيا وإيطاليا بيتعلموا من غلطهم بعدها والخدعة ما بتستمرش كتير. بس للأسف السلطة عندنا عمرها ما بتدي للشعوب فرصة ان هم يختاروا ويقرروا ويجربوا ويغلطوا ويصححوا. السلطة عاوزة تسوق الناس طول الوقت وتقمعهم وتخرسهم، لأنها ببساطة عارفة كويس إنها لو اديتهم فرصة يختاروا هي أول واحدة هتدفع الثمن والناس هيدوسوا عليها بجزمهم. ونشوفكم على خير إن شاء الله.